في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟ ألا سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه العظيم ملك الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيرة بالطرق، قد يكون لقلة النفقة، قد يكون لنظام الدولة، يكون نظام الدولة مانعا من الخروج فيكون عذرا له. فإذا وجد طريقا للهجرة فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق سبحانه وتعالى. فمن صدق في طلب الهجرة يسر الله أمره، ومن عجل فهو معذور. فليتق الله في مقامه، وليحرص على الاختلاط بالأخيار والطيبين من المسلمين، وليبتعد عن الأشرار، فهذا نوع من الهجرة وهو في بلاده.